ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. انا بس حطيت يعني البودره بتاعت سريعه الذوبان دي على الصفار البيضة اللي احنا شلناه من المقدار، وحطيت عليها معلقتين اللبن والصفار علشان الزفاره. بصوا بقى لونها كده، مش عايزه اغمق، حطوا حاجه تاتش بس عشان في الخبز ما يطلعش لونه غامق، ودي هتشيل الريحه او الزناخه او الزفاره اللي انتم مش بتحبوها. هدهن بقى كده، دي وحدات كده منه، عندي بقى شوية سمسم، شوية حبة البركة اللي انتوا عاوزينه واللي موجود عند حضراتكم اعملوه. ممكن تدهن كده بس من غير اضافة حاجة، ماشي، عايزين تحطوا حاجة براحتكم. طيب كده حشينا بقى، احنا قلنا حشينا في ده ايه؟ حشينا جواه بيض مسلوق وسوسيس، وحطينا اجبان، موتزاريلا، جبنة رومي، عايزين بقى تحطوا جبنة بيضة، زيتون ابيض اسود، اسفه زيتون اخضر كده، دي براحتكم. وده وبعدين نيجي بقى هنا للحلو ده اللي هيطلع عامل زي التوست، عامل زي قلب التوست. احنا اتفقنا ان كل ده هيخمر، كل ده انا خمرت العجينه الاول بعد ما ضربتها ساعه، وبعدين خدتها شكلتها وهسيبها تاني ساعه ونص قبل ما تدخل الفرن، وبعدين هبدا اعمل كده بالراحه على الوش من غير ما اكسرها ولا حاجه. خلاص، زيتون اخضر مش ابيض، مفيش ابيض والله. طيب كده، وبعدين دي بقى ممكن نرش عليها شويه سمسم، شويه حبه البركه، لو انا عندي هحطهم، لو مش عندي انا اشوف. هو اكيد فيه ان شاء الله، احنا عندنا الحمد لله كل حاجه. بس ايه ده؟ ايه؟ شوف الزعتر، اين الزعتر؟ طيب رشه كده منه اهو، مش لازم زعتر، يعني شويه اعشاب تدي طعمه حلو. تيست كده، عندكم بقى روزماري، اي حاجه تانية، سمسم هنحط. طيب هفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط القالب ده هنا، وهحط القالب ده تحت على الرف اللي تحته مش على الصاج من تحت. الفرن شغال 180 بس بقاله حوالي تلت ساعه شغال، تلت ساعه. يا اما هحط 200 وبعدين انزل بعد اول خمس دقايق ل 180. خلاص، دي الضفيره اللي احنا عملناها، سواء الشكل المدور، بسم الله كده شكله حلو قوي، وبعدين هنا الضفيره الطويله دي. بس طبعا كل ده لما يخمر هيتعالى وهيبقى كل ده ضعف الحجم، ادوله وقته عشان يطلع من جوه فلافي ومن بره شكله حلو، وما تقلوش القهوه سريعه الذوبان عشان ما تبقاش اللون بتاعه غامق فتتضايقوا منه. وادي ده صاج تاني، يا رب الاقي له بس مكان، ان شاء الله الاقي له مكان باذن الله. دخل معاهم، نقفل، نبدا بقى نشتغل في ال اسمحوا لي اعمل سريع عن الطحينه، مش تاخد مني خمس دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. فين البوله اللي كان فيها؟ اهي. طيب هاخد كده الخلاط، احنا اتفقنا ان احنا عملنا خطوه، ايه هي؟ خدت السمسم ني، خدته في طاسه حطيته على النار، قلبته كده بالمعلقه الخشب اللي هو مجرد سخنته عشان لما اجي اضربه في الطحان يساعدني تطلع الزيوت اللي فيه ويساعدني يطحن بسهوله. طحنت التوابل، خليته كده بقى الشكل ده. بصوا حضراتكم، ليه انا حطيته ابيض؟ لان انا لو حطيته محمص هيغمق لون الطحينه. اذا اللون ما يفرقش معاكم اوكي، بس عايزه اقول لكم ان مع الوقت بتدي زناخه سنه، يعني اسرع انها تتزنخ اسرع. طيب خليني كده احط هنا حوالي مثلا كوبايه من الكوبايتين من الايه، السمسم المطحون، عشان هعمل منهم دلوقتي شويه صغيرين من الايه، من البابا غنوج كمان كده. وعندي دقيق، بسم الله، هاخد معلقتين من الدقيق، معلقه، وادي التاني. خلاص هقفل الخلاط وهجيب الزيت، ممكن ننزل المقادير بعد اذنكم يا ريت، وانا هضيف الزيت من فوق شويه شويه مع الخلط. بسم الله، يلا معانا ايه، كوبايتين من السمسم الابيض، عليهم معلقه واحده من الدقيق، عليهم كوبايه من الزيت او اكتر على حسب الخليط، عندكم كمان نص معلقه من الملح هنضيفها دلوقتي. دي الطحينه، هنقول تاني كوبايتين سمسم مش محمص، هنشوحهم على النار يسخنوا فقط، هحط عليهم معلقه من الدقيق
بعد ما اطحنهم احطهم في الخلاط، اضيف عليهم كوبايه زيت عباره عن سلسوم من الزيت مع استمرار الخلط. اهو ثانيه واحده هقلب بس الناحيه دي، ادوب الخليط. اديني سباتشولا يا محمد بعد اذنك. سباتشولا، بصوا دي الطحينه، بصوا طالع لونها فاتح، خليني ادوبها بس، انزل اللي في الجناب علشان تبقى الخليط معايا مظبوط. ده سمسم بقى اصلي احنا جايبينه من العطار واحنا اللي محمصينه في البيت، مش حمصه بقى اخليه يبقى لونه ذهبي، انا عايزاه ابيض اسخنه فقط. باكد تاني عشان تطلع الطحينه معاكم بيضه كده. خلاص نقلب جرب اهو. حطيت الزيت، انا حطيت حوالي كوبايه وربع، خدت مني كوبايه وربع. انا شايفه ان الخليط ده مناسب جدا. خليني بقى ايه اجيب كب كده اصب فيها الطحينه دي عشان نبدا نستعملها واوريها لحضراتكم برضه. الخليط يرجع لحضراتكم في الكثافه، هي ما بتقعد شويه بتتقل كمان. بسم الله، بصوا كده اهي. اهو دي الطحينه، وانا هاخد الشويه اللي باقيين دول احطهم مع الكبه بقى في الحاجه. تسلم ايدك يا محمد، شكرا حبيبي. طيب حط دول هنا، خلي لي الاسباتيولا الحلوه دي هنا. هبدا بقى اركب الكبه، ندخل على البابا غنوج سريعا بما انهم متواصلين ببعض، وهكمل معاكم حالا الوصفه بتاعت البريوش الحلو. هنعمل منها دلوقتي حشوه حلوه جدا، هي نفس العجينه بس الفكره ان احنا اتفقنا نسبه السكر ونسبه الزبده. طيب حاضر، نشيل بقى الحاجات دي، نبعد كده الحركات دي، نبعد دي كده، ونبدا كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، قفلنا كده الكبه تمام. طيب انا عملت ايه؟ انا عندي بتنجانه اهي، خليني اجيبها اوريها لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، دي الطحينه، ما اجملها، اجملها عشان احنا عاملينها في البيت، اجملها عشان هي السمسم 100% سمسم، زيت نقي احنا اللي حاطينه وعارفين حاطين ايه، ما تعبتناش في حاجه والله. بس يعني فعلا على عسل اسود، في ناس بتحب العسل والطحينه، وفي كل الاستخدامات بقى، سلطه حمص، سلطه بابا غنوج. بصوا ادي ده البتنجانيه، هقول لكم انا شويتها ازاي عشان انا مجهزه شويه، بس هقول لكم الفكره اللي شوي البتنجان يطلع طعمه مدخن في البابا غنوج وروعه. باخد البتنجانيه دي اخرمها كده كام تخريمه سريعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، حاضر من عيون، بلاش دي، خليني اخد واحده رفيعه او بالشوكه، يلا مش هتقول لا يعني كده. هاخد شوكه حلوه كده، هعمل كده خلاص. وبعدين تمام، هاخد بقى فويلايه، لو جواها ورق زبده يا حبذا يا سلام، عشان برضو احنا اتفقنا ماده القصدير ما تبقاش ملامسه ل انا عندي ورق الزبده هنا. الرول فين يا ولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هات لي رول زبده، خلاص لقيته، يلا هبدا كده. هاخد ورقه التنين، الورقه دي طلع دول هنا كده قدام. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط الورقه دي هنا، هحط جواها ورقه الزبده كده، وهحط الباذنجانيه الجميله دي هنا. عندي بقى مع الباذنجانه دي راس الثوم دي، هعمل فيها ايه؟ اقطعها كده بالعرض، شفتوا ازاي؟ كده بالنصين. خلاص ليه؟ عشان لما اجي اروح مفعصاها كده ينزل منها الثوم مشوي، احلى ثوم تاكلوه ويتحط مع المكونات بتاعتها. وعندي بصلايه، خليني ايه افصل دي كده وافصل دي كده، احط دول كده معاها، وهاخد دي كده على حاجات كبيره اهو، وارمي دي. وبعدين رشه بقى من زيت الزيتون القمر ده، ورشه ملح وفلفل، وشكرا، وادخلها الفرن اهو كده، ورشه فلفل وزيت الزيتون، تمام شكرا. هقفل بقى زي الصره الحلوه كده، وهدخلها الفرن
تتشوي يعني 180 شغال. مش عايزه افتح عشان بصوا، بس عايزه اوريكم بصه سريعه 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 بسرعه. الحقوني. طيب، وهحط البتنجانيه دي تحت بقى على الايه، على الصاج اللي تحت خالص اللي قبل ارضيه الفرن. حراره 180 او 200 شغال، بس المهم اقلبها يعني ادورها اقلبها من النواحي عشان تبقى البتنجانيه خدت كل احلى بتنجان مشوي. خلاص طلعت لي البتنجانيه، اعمل ايه اول ما تطلع من الفرن؟ هروح واخداها وهي جوه الفويل، هسيبها شويه لحد ما البخار اللي جوه يهدى فيطري لي الجلده اللي بره اقدر اشيلها، فتبقى كده. انا حتى سايباها، حاولت اسيبها بالبتنجانيه كامله عشان حضراتكم برضو تشوفوها تعرفوا انها بتنجانيه كامله. طبعا بتنزل شويه الميه بتاعتها، هاخدها مش هسيبها، شويه الميه الحلوين دول هاخدها. هات لي، هو عارف الجلافزات يجيب لي تاني. بصوا بقى حضراتكم اهي على بعضها، بس احنا قطعنا بس شويه. بصوا البتنجانيه اهي على بعضها عشان اقدر ايه اقشرها. اتفقنا؟ الميه اللي بتنزل منه طبعا الميه دي مهمه جدا، انا شويته واخدت فايدته. اخلوا بالكم البتنجان من الحاجات اللي لما بتتقلي بتضيع فايدتها على طول. تمام، الطماطم الوحيده في الخضار اللي ما بتقلش الفايده بتاعتها، لان القشره بتاعتها اللي فيها ماده الليكوبين بتحميها، فبتخليها حتى على مدار تسويه طويله تفضل محتفظه بالفيتامينز اللي جواها. طيب البتنجان هاخده زي ما هو كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه في الكبه بالميه بالصوص بدهاليزه، وهنعمل بابا غنوجه دلوقتي. كده، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، عندي بقى توم اهو. انا بفضل الفريش، اي سلطه حلوه حطوا لها الفريش. بصوا البصل بقى اللي اتحمص اهو، البصل طالع بقى ايه مهري من جوه، لازم اقطع لكم حته بس انا ايه اهي امسك كده. بصوا هاخد بس الديل ده اهي، انا بقى ما قطعتهاش دي كانت سليمه. بصوا البصلايه بقى، الله الله الله، هنحطها زي ما هي كده اهو. الثانيه كمان تمام، القلب اهو بصوا، الله الله، هشيل ده. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، عندي عصير الليمون، عندي شويه خل، حاطه خل كتير ان لسه في طحينه، وعندي بابريكا معلقتين كبار، وعندي ملح وفلفل. فين الكمون يا ولاد؟ بسم الله، وهاخد كمون كمان، خليني اشوف الكمون هنا اهو، ممكن يبقى هنا في المكونات اهو. تمام، هاخد شويه من الكمون اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين الطحينه الجميله الروعه اللي احنا عملناها دلوقتي، نقول المقادير، بتنجانه مشويه كبيره بابا غنوج، عندي زبادي وكوبايه من الطحينه، عندي زبادي واحده زبادي، ودي اختياري للي عايز، عشان في ناس بتتعب من موضوع التوم والتوابل و و، فاحنا ممكن ناخد الزبادي مرطب وممكن نستغنى عنه، بس الاساس فيها الطحينه والبتنجان. وبعدين 2 معلقه كبيره من التوم المهروس، بقدونس مفروم، ملح، بابريكا، كمون، خل وليمون وزيت زيتون، وهبدا اضيف الطحينه دلوقتي. تسلم ايديك حبيبي، ميرسي محمد، شكرا جزيلا. طيب نبدا بقى نحط الطحينه بتاعتنا، بسم الله اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي اهي. شويه بصوا الجمال، بس كده خلاص كده، وهمسح بقى هنا ده كده، حطه تاني عشان دي الطحينه اللي عملناها. واقلع بقى الجلاف ده وابدا اضرب المكونات الحلوه دي بالكبه، بسم الله. طبق لطيف كده نقدم فيه، اللي مش عايز يضيف بابريكا ما يضيفش، بس الواحد بيحب كده ايه البابريكا المدخنه دي بيبقى طعمها حلو قوي. وانا مش عايزاها يبقى مفروم ناعم قوي، انا عايزاه يبقى مجروش شويه. لله بسم الله، عايزين بقى تحطوا فلفل حامي براحتكم، انا بس بحب دايما اكثر التقليدي اللي احنا متعودين عليه الحقيقه، يعني معرفش انا يمكن بميل لكده اكتر. الريحه مش قادره اقول لكم، الشوي نفسه مبدا الشوي بتاع
يا خرابي يا خرابي. الله الله، عايزين ما تحطوش بابريكا؟ ما تحطوش، هي حمرتها البابريكا، بس احنا في النهايه كده. وبعدين بما اننا بقى حاطين بابريكا، حط بقى كده رشه من الكمون، اه من عينيا، ورشه كده من البابريكا، واسمحوا لي رشه زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. اين